خلينا بقى نروح لاخبار المنتخب، لان اكيد زي ما كنا بنقول ده خبر مهم جدا او ملف في غايه الاهميه. امبارح بقى شاهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مران منتخب مصر في استاد القاهره الدولي، ده استعدادا لمواجهتي هنا كينيا وجزر القمر المقرر ليها يوم 25-29 مارس الجاري، وده في ختام التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون، وبتضم هنا مجموعه منتخب مصر كل من جزر القمر وكينيا وتوجو. طبعا كلنا بندعم وبندعي للاعبتنا لعيبه المنتخب الوطني، وان شاء الله يكون الفوز حالفهم في المباراتين اللي جايين والتاهل لبطوله كاس الامم الافريقيه بالكاميرون، وطبعا كلنا بننتظر منهم اداء مميز يطمئن الجماهير المصريه. طبعا منتخب مصر محتاج لنقطه واحده للتاهل الى بطوله كاس الامم الافريقيه بالكاميرون. احنا داخلين مباراه امام كينيا ومنتخبنا معاه 8 نقاط في صدارة المجموعة، طبعا بالتساوي مع منتخب جزر القمر في عدد النقاط، بينما منتخب كينيا لديه 3 نقاط فقط ومنتخب توجو نقطة واحدة. طبعا اللي يعني هيتأهل للبطولة دي هو أول وتاني كل مجموعة.